رحمه الله خويا، هاد الناس هادو الراجا باغيين يرجعوها ديالو، باغيين يديروا فيها ما بغاو. قسما بالله لا الراجا باغيين يديروا فيها ما بغاو. واش جبيره 7 سنين هو في الراجا سوندراج مقاد ما كيديروش؟ امتى غادي ندفعوا بهاد الفرقه لقدام؟ امتى؟ راه انا با عنده 74 عام، نهار الماتش قال لي ولدي خايف نتفرج شقع عليا شي حاجه. قسما بالله العظيم ولد رمضانان، الا با باغي يتفرج في الراجا خايف لا تجي شي سخشه قلبيه. وحق لا اله الا الله. علاش اصاحبي وصلتوا الفرقه حتى لهاد المزاله كامله وصلتوها لها؟ حنا ما كتهمنا حتى شي فرقه، حنا ما كنشوفوش اكس ولا ايكغيك، كنشوفو فرقتنا. اللي بغى يدي كاس العالم الله يسهل عليه، حنا كتهمنا الفرقه ديالنا. والله واخا دي هاد العام شي الراجا دي هاد العام كاس العرش والبطوله، والله ما تعجبنا، والله ما اقسم بالله ما تعجبنا، حيت ماشي الراجا اللي كنعرفو هاد. حنا والدينا عاودوا لنا على الراجا كتخسر، ولكن كتقنع بالاداء ديالها. الاداء ديالها كيكون كبير وكتخسر، والله ما كيبقى فينا الحال. هما 60 عام 70 عام تعلمنا هاد الشيء منهم. حنا هاد الحرقه اللي شادنا دابا على قبل هاد الفرقه تعلمناها ورثناها، عمر شي واحد ما يحيدها لينا. وراه هادي مراجع والله ياخذ فيهم الحق كاملين، من الناطق الرسمي حتى الرامصور، كاع اللي كيخدم الراجا بتحرميات الله ياخذ فيهم الحق كاملين. شكرا شكرا. تنشجعوا الراجا وتنعرفوا الراجا وديما راجا.